وتوا تتفرجوا على مسلسل ورد وشوك. نارين، كيف فرات؟ وانتي كيفك؟ ناري، فرات يعني صاير له شي شبه؟ شوي تعبانة وبدي روح على البيت. ست نارين، إن شاء الله ما في شيء، وطمنيني أخوكي وضعه تمام؟ انضرب أخي بسكين، بس أنا انجرحت وأنا عم موت. يلا شو عم تعملي انتي؟ وليش تليفوني بايدك؟ شو بدي يكون عم بعمل؟ هاتي هالتليفون، من عندها الصبح بدنا نجن؟ ايه استاذ، شو صار؟ اتصلت فيني؟ ايه 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 تمام، بدنا نحل هالشغلة، انت شوف المناسب واعمله. ايه خلاص، اكتب كل شيء وما بيضل غير توقيع تسنين. ليش ما عم تفهم علي؟ قلت لك اكتب شو ما بدك وجيبه على المكتب. ماشي، الله معك. خير شوفي، مو قلت لك بدي طلقك؟ المحامي عم يشتغل. بوس ايدك، هلأ طول بالك. أنا من زمان عمول هالحكي وهلأ صار وقت التنفيذ. شوفي، بدك تقولي شي؟ وبخصوص اللي حاطة السي دي عنده، لا تعذبي حالك بنوب. عم قول طول بالك شوي هلأ. تسنيم، بعد كل شي عملتي احمدي ربك إنه متحملك وما مسكتك من إيدك ورميتك برا بالشارع. أغا، بوس إيدك ورجليك روق شوي. تسنيم، ولك بكفي بقى، قلتلك هذا الموضوع منتهي، حطي هالحكي براسك. ألو، نعم. أنا جاي على المدرسة حتى أخطفك. بلا مسخرة بقى، صار لنا كم يوم ما شفنا بعض، تجي أنت لعندي؟ أو أنا بهجم على المدرسة وبخطفك. خلص بقى يا مجنون، رح حاول بس مرة تانية ما بسمح لك تهددني. نزار، عم تفهم؟ هلأ أنت مطولة بالحكي؟ خلص جاي. مايا، رح روح، ماني فايتة على الصف. عايدة أرجوكي بلاها، خليها لبعد الدوام. خلص مايا، دبريها هالمرة، كتير اشتقلي. وبس بدك تطلعي مع رفيقك شي يوم، أنا بغطي عليكي، اتفقنا؟ تمام. اوه، لا تطولي، ماشي؟ حاضر. We'll be right back.
نعم، مين هاد صاحب الأمانة؟ ولك يا تسنيم، رح فرجيك وينك يا عدنان آغا. هلأ مالك خبر بشي بنوب، مع أني كنت مخبية الأمانة قدامك وما كنت قدران تشوفها أبدا. بدك تطلقني يا مفتري؟ منشوف هلأ كلمة مين اللي بدها تمشي بقى. هالمرأة أنا بحبها وبموت فيها. كأنك عايشة بهالدنيا بس مشاني، لا إلك شغلة تانية تشغلي حالك فيها. منشوف لما فتون بتقرأ هالمكتوب شو رح يصير، منشوف بوقتها شو رح يصير. شو حلو؟ يا عن جد حلو كتير بالله. ليش هيك محمرة؟ بعد بلا هاللمسات البلا طعمي. طيب مثل ما بدك. وشو هو الشيء الحلو لكان؟ المكان حلو رايق كتير وبتحس هون بالراحة والهدوء. شكرا لك لأنك اجيت، عشت أوقات صعبة ومشاكل كتيرة. بالأول ماما فاتت على الحبس، وبعدين عمو فرات انضرب بالسكين وكان مات، ولهلأ ما ارتحنا. أصلاً بصراحة أنا من لما أجيت ما ارتحت ولا لحظة غير لما كنت جنبك أو عم بمشي معك. بس معك بحس كأني لسه باسطنبول. يعني صار فينا نقول إنه بطلتي تهربي على اسطنبول؟ اسطنبول اجت لعندي هلا. عايدة انا تعودت عليك وحبيتك، لما ما بشوفك بحس ناقصني شيء. عايدة أنا من أول يوم شفتك صرت مغروم. أنا عم فكر فيك بكل لحظة. بعرف إنه ما لازم قلك هاي الشغلات هلأ، لهيك عم أكتبهم. ما عم أتذكر كم رسالة كتبت لك لحد هلأ، حتى ما بعرف إذا عندي شجاعة إني إجي وأعطيك هالرسالة، ولا رح زدتك العادة بالصندوق مع باقي الرسائل يلي ما قدرت أعطيك ياهن أبداً. أنا عم حس إنه أنت عم تفكر مثلي، وبجوز تكون خايف. يا ولد تكون جريء، هيك بقول لحالي دائماً، كون جريء. شو ممكن تعمل معك؟ تضربك بالحجرة؟ ما تعود، ما في مشكلة. عايدة طول الوقت مهموم، عم فكر بالقصة وعم قلبها. إذا قلت لك تعال نصير رفقة راح تقولي ما نحن رفقات. بدي أقول لك تعال نطلع شي يوم راح تسألي لوين. وإذا بدي أقول
بحبك. بدك تقولي لي بهالسرعة؟ أنا عشقانك. وقتها رح تقولي ليش؟ عايدة أنت قولي لي. ما عم بعرف، ما عم يطلع الكلام. أنت نادي لي باسمي وبس، والباقي بينفهم. عايدة أنا فهمت. وأنت ما رح تقولي شي؟ نزار أنا فهمت. ألو. نعم. أنت بالبيت ولا برا؟ أنا بالسوق قاسم. في شي لازم نحكي ضروري. إيه نحكي. طيب ضل هون عم بستنى. شو في يا بنتي؟ فرات كيف وضعه؟ فرات وضعه منيح ومرتاح، ما في شي أبدا، مروق. لكن ليش وشك هيك ولونه مخطوف؟ لا ما فيني شي بنوب، بحياته ما كان فيني شي، وهذا هو الموضوع. لا جوزي ولا ابني ولا حتى أخي، ما فيني شي أبدا صدقيني. ليش أنت عم تحكي هيك شروي غروي؟ ما عم أفهم عليكي. أنا من إمتى ماتت كل مشاعري؟ جاوبيني. وليش خليتوني وصل لهالحالة؟ كرمال الله فهميني، ليش عم تحكي هيك؟ ليش؟ من إمتى أنا صرت وحدة مكروهة ومانا محبوبة بنوب؟ كل حكي غليظ كتير، ما بتعرف تحب وبتكذب، وحدة محتالة كمان. ما بستاهل إني لاقي أي حدا يحبني حتى؟ ما حدا ممكن يحبني أبدا. لما كنت صغيرة كنت جاهزة أحب أي حدا قدامي. أمرتوني أحب مراد، قمت حبيته كتير، بس هو ما حبني أبدا. يا عيني ليش هالحكي؟ شو اللي صار لك؟ استغربتي لأنه عم ورجيك حقيقة صار لسنين قدام عيونك وأنت ما عم ترضي تشوفيها؟ إيه نعم، مراد بحياته ما حبني أبدا، بس أنا حبيته ومتت فيه. جبته بلال وبحضني حطيته، وقلتوا لي حبيه لهالولد، وأنا كتير حبيته كمان. بابا مهدي وأنتي، كل اللي قلتوا لي حبيهم حبيتهم من قلبي. كل شي قلتوا لي عليه أنا سويته، بحياتي ما خالفتكم بحرف، بس أنا حبيت الكل. بتعرفي الوحدة منا بتحلم إنها تلاقي حدا يحبها، وأنا كنت دايماً أتمنى، بس كنت أقول لحالي مو مشكلة بتهون، وكنت أقول في حدا بيحبني، أخي بيعطيني الحب، وكمان في ابني. مرة وقت غرت من ملك، وبعدها كمان غرت من عائشة. تعرفي ليش؟ لأنه هني لقوا حدا يعشقون وعاشوا هالتجربة عن جد، بس أنا ما عرفتها أبداً. أنا كل ما كنت حب حدا بلاقي حالي برات قلبه. انت ونبال بتحبوا بعضكن؟ اه والله هالنبال طلعت مانا قليلة بنوب. حكيلي بالله شو اصل هالقصة اللي صايرة؟ خليها لنبال برا. ما معقول ابدا. ما بدك جيب سيرتها؟ يظهر يا قاسم انك بتحبها. اسمعيني تسنيم، لا تنكشي بهالشغلة،
وبلا ما تطالع خلاقي هلأ. لا لا بدي انكش، أصلاً هلأ ما عندي شي غير هالشغلة. عرفت كل شي عنك وعن نيبال ورجال يلي بعتهم عدنان لعند فتون، مشان هيك لا تتعب حالك على الفاضي. بدك تقولي للمعلم؟ ما أنا شغلتي معه أصلاً، ما رح أقله اليوم لأنه بدي بالأول انتقم، بالأول بدي كسره تكسير وبدي دمره. إذا قلت له أنه عدنان بده يطلقني ويتجوز نبال بده يجن. استنى يا قاسم، أنا بقلك وقت اللي بدي إياك تجن على المزبوط، هلأ مو وقتها أبداً. شو بدك تعملي؟ رح تحبسينا؟ بس شو رح تستفيدي يعني؟ ها؟ إذا حطيتي عدنان بالسجن رح يبرد قلبك؟ وهذا الشي رح يجي وقته كمان، استنى وشوف. شو رح تعملي؟ ما تسأل، أنا عملت. ألو. مرحبا نارين، معلش نحكي شوي إذا فاضية. إيه منحكي لؤي، وأنا كمان كتير محتاجة أحكي معك. منيح، إذا بناسبك رح أستناك بالحديقة هنيك منلتقى. إيه لؤي مو مطولة. نارين خير، لوين رايحة؟ عندي مشوار ما رح أتأخر. كان بدي نحكي. أنا اللي لازم أحكي معك، بس خلص ما عاد في داعي نحكي بهالموضوع. مو قلت لكم أنا رجعوا على البيت ولا تتركوا أمي هنيك لحالة أكتر من هيك؟ ليش أنتوا هون لهلأ؟ نشغل بالنا لهيك إجينا. أصلاً تسنيم هنيك. يعني عرفتوا مين تركته معه؟ كيف فرات؟ الدكتور كان هون، قال فينا نخرجه عند العصر. ونايم هلأ؟ لا، الشرطة موجودين عنده، عم ياخدوا إفادته مشان هيك طلعنا هلأ. حكى شي مهم معهم؟ مثل شو؟ الحمد لله على سلامته. شكراً. شكرا حضرة الضابط، شو الوضع؟ بيعرف مين ساوى فيه هيك؟ بيعرف الشخص اللي طعنه، هو نفس الشخص اللي هاجم فتون خانم. ما قصرت معنا، يسلم. رضا. أمور أغا. خود هالمصاري ودفع مصاريف المشفى بسرعة، إذا ما كفوك حكيني وأنا بيجي على المحاسبة. أغا أنا بأمرك. يلا. فرات كيف وضعه؟ منيح الحمد لله، تجاوز الخطر. ما تخافي، فرات زلمي قوي، ما رح يصير له شيء. إيه والله. ما بعرف شو بدي قلك، بس انت مو على بعضك بالمرة. شبكي نارين؟ لو اي انا ما بدي شي هلأ غير اني كون هون، ما بدي احكي بأي موضوع. الحمد لله تحسنت، نحن منعرف انك قبضاي وقوي، لا هيك ما خفنا عليك. فرات، نحن منضل اولاد خالي ومنكون عم نكذب إذا قلنا هالمشاكل رح تفرقنا، ما هيك؟ خلينا ننسى كل شي صار، انت ما تشغل بالك، ولعلمك الكلب يلي طعنك كأنه طعني إلي.
وتأكد إنه لو تخبى تحت الأرض راح طالع لك ياه، وخليه يركع ويبوسن لرجليك لترضى. شكرا لك عدنان. وشكرا لك كمان. اسمع حكي، أنا لساتني مقتنع إنه أنت ورا هالموضوع. تعرف؟ إذا بحلف لك يمين إنه أنا ما دخلني بهالمشكلة ما رح تصدقني، مو هيك؟ أنا هاد حظي، شو أعمل؟ حتى أمي ما عاد أعرف شلون أحكي معها، وهي أنت مو مقصر. الحمد لله على سلامتك. رح أترك رضا هون، هو بيجيبكن على هالفتي. شكرا كتير على كل شيء، عن جد شكرا. أنا لازم أقول شكرا. أوه رفيقتي الصغيرة، شو وينك أنت؟ بعدين بحكي لك. أنت فاضي بقدر شوفك؟ طبعا بتقدري، وينك؟ بترجاك احكي، قلت لي بدك تحكي معي شي على التليفون. خلينا نأجل هالحديث مو وقته. لو سمحت خلينا نحكي، تفضل. أنا بصراحة ما بدي أطول بالحديث، بس حابب أسألك سؤال. أنت لحد هلأ ما جاوبتيني. يعني أنا قلت لك إنه بحبك بس أنتي ما جاوبتيني. بصراحة أنا يعني هي أول مرة حدا بيقول لي إنه بيحبني ومغروم. بعمري ما كنت متخيلة إنه في حدا رح يجي ويقول لي هالكلمة. أنا سنين طويلة بقيت عم حب ومو متعودة إنه حدا يحبني. قصدي إذا عم بتعامل معك بشكل غلط ما تواخذني أرجوك. عن جد ما بعرف كيف بدي أتصرف بهيك حالة، بس صدقني أنا مبسوطة معك. هو أنا خايفة شوي وعم بتروى، بس مبسوطة معك كتير. لؤي لا تنتظر مني شيء أكبر من إمكانياتي، يعني على الأقل لبين ما أتعود على هاي الأحاسيس كلها. أنا ما بدي أجرحك معي بدون ما تكون قاصدة، وأنت عم تعمل كل شيء ممكن. تعرف كيف وضع هالبلد؟ كله بيعرف بعضه والناس ما عندها غير الحكي. عندك حق، خلينا نمشي. ايه قوم، ما زعجتك ما هيك؟ لا، حتى اللي سمعته هلا حلو كتير. يلا. أنا مليت من الفرشة. بس لازم تتسطح، شو بدك تعمل غير هيك؟ حتى بالمستشفى كان تعبنا قدر يا خانم. وقعت بين إيدين ستي، ما رح تقوم بشهر. بلال يلا هلأ قوم تسطح. لسه عدنان آغا ما أجا، ما بدنا نستنى؟ أكيد رح يرجع متأخر على البيت. ليش يعني؟ ما بعرف يا تسنيم، ما سألته. إذا مشغول بالك عليه اسألي أنتي. ليش عم بتعصبي علي؟ بشو غلطت أنا؟ عيريني سكوتك تسنيم بقى. فتون وينها؟ قاعدة مع فرات وعم طعمي.
والله يا نارين فتون عم تهتم أكثر منك بفرات. حلال عليها، ما عم تفارقه ولا حتى دقيقة واحدة. عم تحس إنها مديونت له؟ إيه كنتنا تسنين، هيك مو عيب؟ ما بعرف عن جد عيب. يلا كلكم كلوا عالسكت. شوفوا فرات رجعلنا هلأ الحمد لله، وأنا مو ناقصني هموم أكتر من هيك. أهلا وسهلا لؤي بيك. أهلا فيكي. قالت لي نارين إنه فرات رجع على البيت، وأنا من بعد إذنكم بدي زوره. تفضل فوت. فرات في عندك ضيف. الحمد لله على سلامتك، خوفتنا عليك. الله يسلمك، نشكر الله مرقت القصة على خير. تفضل عود. شكرا. في شي أخبار عن الزلمة يلي ضربني؟ لا ما في، بس عم يدوره ورح يلاقوه على أكيد. تاكل معنا لقمة هلا؟ لا شكرا. انت شلون صرت؟ أكيد لسه في شوية وجع. طبعا في، بس على الخفيف، طول ما عم يهتموا فيني بيتحسن الوجع. مساء الخير. أهلين تسنيم، تعي شوي. خير؟ قلتلك تعي شوي. يلا يا ريت إذا فيني شوف قدرية خانهم شوي. طبعا هنن هلأ فوق. خدي وقعي هون، هذا إليك. شو هاد؟ شو راح يكون؟ ورقة طلاقك هاي. مساء الخير. أهلا وسهلا يا لؤي. أهلين فيكي. تعا اقعد تعا. لا ما بدي ازعجكم، بهيك وقت ما كان لازم اجي، بس انشغل بالي على فرات وجيت اطمن عليه فقلت بسلم عليكم. انت شرفتنا، اهلا وسهلا يا لؤي. شو نحن غريبين عن بعضنا ابني؟ يلا تعا اقعد تعا. يلا خلصينا وقعي. أنا ما عم صدق. تسنيم لا تطلعي لي خلقي ابن الصليل، 50 مرة حكينا بهالشغلة، وقعي على الورقة. كل هالقد صعبة حتى ما عم تفهمي؟ بس ما بصير تجبرني وقع هون. ولك تسنيم عم قلك وقعي وبوعدك ما رح يصير شي. طبعا إذا ضلتي مزوقة. يلا وقعي. بموت هلأ وما بوقع. يعني ما رح توقعيها؟ مو مزبوط. الظاهر انت ما بتفهمي غير بالعصاية. ولك يعني انت مصرة تقولي لي انا ما بفهم غير بالضرب والقوة؟ ما اغا على محلك شعري. عملك وقعيها. اغا عم توجعني. عملك وقعي. اتركني. وين رايحة يا واطية؟ الحقوني. نارين؟ أغا؟ أغا؟ فتون شانفاردي؟ تفضل أستاذ، أنا أمه. أعطيها هالمكتوب.